في المركز الاول في هذه اللحظات اراها ملوله للسيد عبد الله بن غصاب بن مصبح. راعي الطيره العامري تتصدر غايمه هذا الشوط. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني هملوله للسيد محمد بن سعيد بن احمد الرميذي. وفي المركز الثالث المركز الثالث ناخذ نوادر للسيد مبارك بن حمد بالعود العامري. وفي المركز الرابع شعار الصمود يتهجم على المراكز المتقدمة وينتقل إلى المركز الثالث الظبي للسيد سالم بن محمد بالعضيلي العامري. وفي المركز الخامس أرى شعار صاحب المضمرين اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات منصورة للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز السادس المركز السادس الضبية للسيد احمد بن راشد بن سعيد المنصوري. وفي المركز السابع نشوف وناخذ اللي في المركز السابع في هذه اللحظات. وصل في المركز السابع للسيد احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. وفي المركز الثامن نشوف اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات. المركز الثامن الذيبه للسيد محمد بن سهيل بن علي المزروعي. وفي المركز التاسع شعاع للسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري. وفي المركز العاشر هملولة للسيد بخيت بن علي بن حمد بن قريع المري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. أرى هملولة لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط للسيد عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة العامري. لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط. الملاحقة والمتابعة منذ البداية وحتى هذه اللحظات من صالح هملولة للسيد محمد بن سعيد بن أحمد الرميذي. وفي المركز الثالث الظبي للسيد سالم بن محمد بالعضيلي العامري. وفي المركز الرابع نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات. وصل للسيد أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. وفي المركز الخامس منصورة في المركز الخامس للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز السادس نوادر للسيد مبارك بن حمد بالعود العامري. وفي المركز السابع شعاع للسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري. وفي المركز الثامن الشاهينية للسيد سالم بن خليفة بالضبيب الشامسي. وفي المركز التاسع على اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات مزيونة للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات. نشوف اللي في المركز العاشر من الجانب الثاني تتسلل وتنتقل الى المركز العاشر. لكن نرجع واياكم الى المقدمة الى هملولة. لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط، وهملولة تلاحق هملولة، وأيضا هنا مزيونة ولكن من الجانب الثاني. يا سلام، الواصلة وصلت، الواصلة ومزيونة، ولكن اسمها مزيد وعندها المزيد في المقدمة للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام والغدوم من عجيبة والعجب من عجيبة بدأت تتسلل، بدأت تغير، بدأت تنتقل إلى المقدمة. عجيبة وهي عجيبة وأداها عجيب إلى مقدمة هذا الشوط. عجيبة تغير وتنتقل إلى المقدمة للسيد حمد بن الضعيب بن حمد بن غدير الاجتبي. مزيد في المركز الثاني، مزيد وعجيبة. اللحظات الأخيرة، سلام عليكم يا هالمرقم، واسعد الله مساكم. تهانينا للسيد حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي المركز الثاني. مزيد للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الثالث الواصلة للسيد احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي. وفي المركز الرابع
المركز الرابع الواصلة للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الجتبي، وفي المركز الخامس شعاع للسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول عجيبة إلى خط النهاية، 6 دقائق جزئين من الثانية 5 أجزاء، 6 دقائق ثانيتين 5 أجزاء من الثانية. تهانينا على فوز عجيبة بالمركز الأول، تهانينا للسيد حمد بن الضعية بن غدير الاجتبي اللي وصلت في المركز الثاني. مزيد في المركز الثاني 6 دقائق ثانيتين 5 أجزاء من الثانية، تهانينا للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي والذي وصلت في المركز الثالث. المركز الثالث وصل في المركز الثالث، الواصلة في المركز الثالث قاطعة مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة 6 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.